واحد بيقول جاء بجريدة وطن التاريخ 22/4 ان قداستكم اصدرتم تعليمات او قرار بمنع التبرعات بالكنيسة. نحن ختام اخوة الرب لكنيسة الشهيدة دميانة بالويل الكبير نقوم بتوزيع ظرف خاص باخوة الرب والطلبة غير القادرين على باب الكنيسة وليس داخل الكنيسة، ويتم جمعه بعد انتهاء الصلاة والشعب خارج الصلاة، وهذا يتم في المناسبات فقط والأعياد. احنا ابني ما بنربطش الحضور للكنيسة بان الواحد يقف لواحد ويقول له ادفع تبرع، فيها نوع من الاحراج. ده زمان كانوا يمروا بطبق على المصلين وهم جوه الكنيسة، دي منعناها. الواحد بيصلوا الى واحد بيه وقف له بالطبق، يعني حاجة مش معقولة. كما ان اللي بيجمع الطبق ما بيصليش. اذا كنت عايز حاجة لخدمة الرب اخوة الرب خد من نفس الكنيسة. اذا الكنيسة ما ادتكش تعال عندنا في البطرخانة وجيب لنا الحالات ونديها لك، لكن تمر على الناس وتدهم ظروف ده امر غير لائق. ولو عملناه كده ما اسهل انه يساء استخدامه من كثيرين، وما اسهل تجيلكم انتم سمع مش كويس. بلاش الحاجات دي، انتم خدام، خليكوا خدام، يعني مش محصرين. و سألت قل له ربنا ارسلني هاديا لا جابيا. انت بتهدي الناس مش بتهدي